السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هذا أول فيديو لدوال اللوغاريتمية النبيرية. سنشتغل في هذا التمرين على حل المعادلات. لدينا السؤال: حل فئام المعادلات التالية. لدينا المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2. إذن سنعتبر هذا هو السؤال الأول لنحدد مجموعة تعريف المعادلة دي 1، يعني دومين ديفينيسيون دي 1. لدينا هذه المعادلة ln 2x ناقص 3 زائد ln x ناقص 4 تساوي 2 ln 2 زائد ln 3. إذا مجموعة تعريف المعادلات بالنسبة للدوال اللوغاريتمية يعني مجموعة تعريف الدوال. هنا لدينا يعني هذه الكتابة للمعادلة من أجل تحديد مجموعة التعريف، يعني x ينتمي للدي 1. مجموعة تعريف المعادلة يكافئ، هنا لدينا ما بداخل ln يجب أن يكون أكبر قطعا من الصفر، كما نعلم بأن دالة ln معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن يجب على 2x ناقص 3 أن تكون أكبر قطعا من الصفر، و x ناقص 4 أيضا أن يكون أكبر قطعا من الصفر يكافئ. إذن يجب على x، نقوم بأخذ 3 للطرف الآخر والقسمة على 2 تصبح هي x أكبر من 3 على 2، و x أكبر قطعا من 4. إذن هنا من أجل يعني تحديد مجموعة التعريف يجب أن يعني أن نعرف تقاطع يعني هذا المجال، يعني 3 على 2 إلى زائد ما لا نهاية و 4 إلى زائد ما لا نهاية. إذا قمت برسم المجال R، هنا لدينا المجال R، هنا ناقص ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية الصفر. إذا ما هو المجال X أكبر قطعا من 3 على 2؟ 3 على 2 تساوي تقريبا 1.5. إذا هنا لدينا النقطة 3 على 2، إذا المجال كما قلنا مفتوح عندما يكون قطعا، يعني مفتوح، يعني 3 على 2 x اكبر قطعا من 3 على 2 هو 3 على 2 زائد ما لا نهايه، لونته بهذا اللون. والمجال x اكبر قطعا من 4، هنا النقطه 4، يعني 4 زائد ما لا نهايه. اذا من اجل تحديد يعني مجموع التعريف هو تقاطع اللونين. اذا هنا لدينا تقاطع اللونين، اذا ومنه مجموعة التعريف دي 1، طبعا لدينا قطعا هي 4 زائد ما لا نهاية، لأنه لدينا هنا تقاطع اللونين. إذا هنا حددنا أول شيء تحديد مجموعة تعريف المعادلة، لأنه كشرط سنراه في حل المعادلة أن يكون الحل، يعني مجموعة الحلول أن تنتمي لمجموعة تعريف المعادلة. إذا نمر لحل معادلة. إذا هنا بالنسبة لحل المعادلة، يعني هنا لكل x ينتمي لمجموعة الحلول S1، هي يعني solution l'ensemble de solution، يعني مجموعة حلول المعادلة. لكل x ينتمي لمجموعة حلول المعادلة يكافئ، يعني هنا سنقوم بحل المعادلة يكافئ أيضا. هذه الكتابة يمكن تحويلها لكتابة أخرى. هنا لدينا يعني هذا عبارة عن تلخيص شامل لدرس الدوال اللوغاريتمية. هنا ليكون x و y عنصرين من المجال صفر زائد ما لا نهاية، يعني r نجمة زائد و r عنصران من q لدينا. إذا نحن ما يهمنا في هذه العلاقات هو هذه العلاقة ln ديال x جدا y يساوي ln دو x زائد ln دو y، يعني نحن فقط نكتفي بحفظ هذه العلاقات وتطبيقها. إذا سنحاول أن نحول هذه الكتابة إلى جداء طبقا للعلاقة التي رأيناها، يعني هي تساوي أيضا 2x ناقص 3 جداء x ناقص 4. أيضا سنقوم هنا يعني بتحويل هذه الكتابة أيضا إلى جداء، يعني هنا يمكننا
نحول هذه الكتابة يعني هي 2 مربع 2 أس يعني 2 مربع أس 2 زائد ln 3، وهنا تبقى لهذه العلاقة التي لدينا، يعني عندما تكون لدينا هنا ln دو x أس r تساوي، يعني نقوم بإنزال r، هنا قمت بالعكس، يعني قمت بأخذ r إلى قوة، r هو هو r هنا هو 2 و تكافئ طبعا دائما لكل x ينتمي لمجموعة الحلول، طبعا 2 أس 2 هي 4، يمكن تحويل هذه الكتابة كما قمنا به هنا إلى الجداء هي ln لأربعة جداء 3 هي ln 12 تساوي ln 12. إذن هنا سنقوم بإدخال، يعني هنا ln دو 12 وهذه الكتابة، سنقوم بإدخال الإكسبونونسيال، يعني دالة يعني الأساس يعني الإكسبونونسيال الأسية، الدالة الأسية، كما نعلم أن الدالة الأسية هي دالة عكسية لدالة اللوغاريتم البيري. إذا قمنا بإدخال الإكسبونونسيال على هاتي على طرفي المعادلة هنا، يعني سيتم يعني إقصاء اللوغاريتم الألن يكافئ. إذا قمنا بإدخال الإكسبونونسيال هنا سيصبح لدينا يساوي 12. هنا سنقوم بالنشر، هي 2 اكس مربع ناقص، يعني 2 اكس في ناقص 4 هي ناقص 8 اكس ناقص 3 اكس ناقص 3 في ناقص 4 هي زائد 12، هنا يمكن يعني من أجل استخراج x نقوم بأخذ 12 للطرف الآخر، تصبح الكتابة يعني هنا 2 x مربع ناقص 8 ناقص 3 هي ناقص 11 x. إذا قمنا بأخذ 12 للطرف الآخر سيصبح لدينا 0، 12 ناقص 12 هو 0. هنا سنقوم بالتعميل بـ x، طبعا هنا لكي لا أنسى شيئا، هنا يعني شيء مهم هو يعني x يجب كما قلنا على الحل الذي ينتمي لمجموعة حلول المعادلة أن ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة دي واحد، ضروري يعني كتاب هذه الكتابة ده شيء ضروري وسوف نحتاجها، سوف نراها في الأخير، هنا ضروري. في كل سطر هنا سنقوم بالتعميل بx، إذا عملنا بx تصبح هي x عامل لإثنان x ناقص 11 تساوي الصفر، وطبعا x ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة دي واحد. إذن عندما يكون لدينا هنا جداء يعني x عامل يعني جداء 2 x ناقص 11، تكون لدينا بالنسبة للحلول هي إما x تساوي واحد تساوي عفوا الصفر، لأنه لدينا هنا الصفر، أو هذا المهم، أو الجداء يعني يكافئ يعني أو يعني أو هذا في المنطق طبعا مهم، 2 x أو 2 x ناقص صفر، طبعا وكما قلنا x
ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة. إذا x يساوي الصفر أو هنا طبعا نقوم بأخذ 11 للطرف الآخر والقسمة على 2 تصبح هي x تساوي 11 على 2. طبعا كما قلنا x ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة دي واحد. إذن هنا نحن لدينا الخيار بين حلين، الحل x يساوي الصفر أو الحل x يساوي 11 على 2، وكما قلنا هذين الحلين يعني و x ينتمي ل دي واحد. وإذا تذكرتم إذن سنكتب لدينا دي واحد تساوي المجال المفتوح من جهة 4 زائد ما لا نهاية، ويجب على الحل أن ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة. إذن هنا كما نرى بأن الصفر لا ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة لأنه لدينا المجال يبدأ من 4 وهنا لدينا الصفر و x أو نقول و صفر لا ينتمي للدي واحد. وطبعا x التي تساوي 11 على 2 تنتمي للدي واحد مجموعة تعريف المعادلة. إذن يعني هنا نقول مجموعة الحلول يعني S1 يعني كتابة هكذا 11 على 2 لأنها طبعا تنتمي لمجموعة تعريف المعادلة، هذا هو يعني الشرط الأساسي، لهذا قمت بكتابتها في كل سطر. إذن هذا بالنسبة لي يعني حل المعادلة رقم 1. إذن هذه يعني لا ريداكسيون كما نقول بالفرنسية، هذه الصياغة أو الكتابة مهمة في الرياضيات، يعني لدينا ومنه إذن أو ويكافئ يستلزم، هذه مهمة ولا يعني حتى في تصحيح في الامتحانات الوطنية أو في الفروض المحروسة يعني الأستاذ ينقط على هذه الصياغة، إذن إنها مهمة. إذن سنمر للمعادلة الثانية. إذا بالنسبة للمعادلة الثانية لدينا هذه المعادلة، قمت بحفظها هنا. إذن المعادلة رقم 2 ln دو x زائد 7 على ln دو x زائد 1 تساوي ln x زائد 3. كل شيء يجب تحديد مجموعة تعريف المعادلة يعني الدومين ديفينيسيو 2 دي 2 لكل x ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة يكافئ. هنا إذا رأيتم يعني هذه المعادلة لدينا هنا ln، يجب ما بداخل ln أن يكون أكبر قطعا من الصفر. هنا لدينا x زائد 7 على x زائد 1، ما بداخل ln أكبر قطعا من الصفر. وهنا لدينا المقام، يجب على ما بالمقام أن يخالف الصفر هو x زائد 1، x زائد 1 يخالف الصفر. وأيضا هنا لدينا ln، يعني ما بداخل ln أن يكون أكبر قطعا من الصفر، يعني x زائد 3 أكبر قطعا من الصفر. إذن هنا من أجل تحديد إشارة يعني هذا الكسر x زائد 7 على x زائد 1 سنة يعني قمت هنا برسم جدول الإشارة. إذا لدينا هنا نحن يعني نريد تحديد يعني مجموعة التعريف في R، لدينا هنا x هذه المجموعة R يعني ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. لدينا طبعا من أجل تحديد إشارة الكسر نقوم بتحديد إشارة البسط وإشارة المقام ثم نقوم بالقسمة. إشارة x زائد 7 x زائد 7 تنعدم في ناقص 7، وطبعا كما هو معروف إشارة A على يمينها وعكس إشارة A على يسارها. لدينا A هنا هو 1 يعني إشارة موجبة على يمينها زائد زائد، وعكس إشارة A على يسارها عكس إشارة 1 على يسارها هي ناقص هي الناقص. ولدينا X زائد 1 تنعدم في ناقص 1، طبعا نفس الشيء إشارتها هي إشارة 1 و A يعني هنا موجب على يمين ناقص 1 وسالب على يسار ناقص 1. طبعا من أجل تحديد إشارة الكسر نقوم فقط بالقسمة. نفس الشيء بالنسبة للضرب، الناقص على الناقص يعطي زائد، والزائد على الناقص يعطي ناقص، والزائد على الزائد يعطي زائد. إذن هنا قمنا بتحديد إشارة الكسر. وطبعا هنا لدينا خطين، لماذا؟ لأنه لدينا x زائد 1 في المقام، يعني يجب على x زائد 1 أن يخالف الصفر كما قلنا هنا في هذا الشرط. إذن بالنسبة لx زائد 1 بالنسبة لهذا الجدول إشارة يعني يجمع
ما بين x زائد 1 يعني x زائد 1 تخالف الصفر، وكذلك إشارة x زائد 7 على x زائد 1 أكبر قطعا من الصفر. إذن هنا بالنسبة لي